موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. هيئة تحرير الشام تفرج عن 5 ناشطين منهم 4 من آل ديبو بعد اعتقالهم مؤخرا في مدينة سلقين غربي إدلب. مقتل عنصرين من مرتبات فرع الأمن العسكري التابع لسلطة الأسد إثر استهدافهما بالرصاص المباشر في قرية عين ذكر غربي درعا وفق تجمع أحرار حوران. محكمة الاستئناف في باريس تصادق على قرار مذكرة توقيف بشار الأسد بتهمة التورط في جرائم إرهابية. السفارة الأمريكية في دمشق تقول إن سوريا أصبحت المصدر الرئيس للكبتاغون في ظل سلطة الأسد، وإن الأرباح غير المشروعة من هذه الأنشطة تؤدي إلى استمرار قمع السلطة للسوريين. المندوب التركي في مجلس الأمن يرد على ممثل سلطة الأسد معتبراً أن كلماته تظهر انفصال السلطة عن الواقع وأنها ليست في موقع يسمح لها بإلقاء الدروس على الآخرين بخصوص اللاجئين السوريين. مسؤول السياسات بالمجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم يعلن إدراج 3 بنود جديدة في مشروع ميزانية الخارجية الأمريكية تنص على منح الدفاع المدني السوري 15 مليون دولار وإدراج شمال غربي سوريا منطقة مستحقة للتمويل وحظر استفادة الأسد من أي تمويل أمريكي.